وأعمله بقوة. هو الفنان العربي اللي أعمله اليوم أكثر تنفيذاً بنسخ تركية وإيرانية وحتى هندية. مروان افتح لنا قلبه باش نحكيه معاه على الخمسة سنوات اللي صنعت نجاح. أنا بعمر فيك تقول 8 سنين 9 سنين بلشت حس بالموسيقى. أول شيء قطعت الكيبورد البيانو هي الكلافيه، وحتى عندي غرام بهالأبيض والأسود. وعمر 9 سنين يمكن اجتني هدية بوقتها بابا نويل، أهلي جابوا هدية لعلنا كل واحد. أختي الكبيرة جابوا لها بيانو صغير، تركت لعبتي ورحت ورا البيانو. حسيت أنه كأنه في علاقة بيني وبين هالآلة. 9 سنين بلشت أعزف، أكيد كبروا لي القطعة أكبر وأكبر. بال11-12 بلشت لحن، حسيت أنه أنا بدي أقول شيء خاص بي. مروان خوي كبر في عائلة شجعته على الفن وغرمته بالموسيقى. مروان كان يتخلق من شكله وقت اللي كان صغير، شكل كان أقرب للبنية من الوليد. إنه روح مثلا على الدكان، إنه تقول أمي روح جيب لي كيلو ما بعرف شو. تعرف الولد نشيط بيروح وبيجي. روح بدي أقول له عمو، نحن بنقول باللبناني عمو يعني عام. عمو بدي هاي، اللي أوكي عمو شو بدك كمان؟ أعمل هيك، أنا أرجع على البيت، وأنا عصبي كثير. ليش وديتيني؟ ليش بخملوني بنت؟ شعري دائما تترك لي أمي شعري طويل أشقر لون ذهبي وملامحي ناعمة، بس هيدا عم بحكيك بعمر 12 أكيد قبل سن البلوغ عند الصبي اللي هو 13-14 تغيرت ملامحي، صرت أعطي أكيد على صبي مزبوط، بس إنه بيعلقوا معي لأنه بعمر الطفولة. كاسك حبيبي كاس المحبة، يمكن لآخر مرة نشرب سوا هالكاس، بكرة الطريق يمشي لحالي، بنبقى أنا وخيالي، قصة لكل الناس، قصة لكل الناس. هون أنا مش كمغني، كنت أنا ملحن أغنية اسمها كاسك حبيبي مع باسمة، فنانة اسمها باسمة، واشتركت معها بالديو بوقتها بغنية كاسك حبيبي، بس ما أعلنت نفسي هون مطرب، كانت محاولة هيك. كنت ولد يا الله. مروان خوري قاد فرقة برنامج ليلة حظ مع المخرج سيمو أسمر، تعرف في الوسط الفني بالموهبة متاعه، قرب من برشا فنانين لبنانيين وعرب. هذا أول ظهور مروان خوري، كاسك حبيبي مع الفنانة اللبنانية باسمة، كلماته وألحانه. أول مرة سمعت صوتي على أغنية لإلي ومنفذي بالاستوديو كانت كاسك حبيبي، وكانت بكاسات مع والدتي، والدتي صوتها كتير حلو، وعملنا ألبوم، هي غنت غنيتين وأنا غنيت غنيتين فيهم. وقت حطيت صوتي على أغنية كاسك حبيبي لأول مرة بسمع أغنية موزعة، كنت أنا أعمل أغاني وأسمعها لوحدي بالبيت، شعور مش طبيعي، حتى الشعور لمس أهلي. بس كان ردة فعلهم بوقتها، تعرف أنت وقت اللي بتقول شيء له علاقة بالفن أنت وكأنك تتعرى، كأنك عم بتطلع شيء من جواتك. اللي ما بيعرفك بتفاجأ أحيان أنه أنت بتفكر هيك أو أنت بتقول هيك. أول كلمة كانت عندهم تأثروا دمعوا، وحزين الغنية كاسك حبيبي حزينة، وصوتي إلى حد بعيد حزين كمان. قالوا لي مروان أنت زعلان بك شي من جوا؟ نحن يعني أنه هني بيعرفوني أنا ولد يعني مرح. قالوا لي أنت زعلان في شي مزعلك؟ قلت له لا. غريب، اكتشفت بوقتها أنه جواتي من جوا في حزن مش كآبة ولا شيء، بالعكس أنا بالحياة بحب الحياة كتير وبحب عيش، وبعدني لهاللحظة زيت الشيء. كنت عصبي شوي أنا وصغير، بس كنت حب الحياة وفرح يعني، بس بالموسيقى سبحان الله بس فوت لجوا بيطلع مني حزن. بس أقول لك ليش، إنه هالغنية أول ما سمعتها حسيت بشعور رائع، ووقت اللي سمعتها على الإذاعة هي زيتها كان رجعنا نزلناها على الإذاعة، بعتقد هالشعور ما بقدر بعد استعيده، ما بقدر. احنا عام 1997، مروان خوري ملحن موهوب وشاعر مبدع، ومن غادي انطلقت النجاحات. نوال الزغبي، قلبي دق والدلعونة، فضل شاكر، معقول وتدري ليه، نجوى كرم، قلوب وشو مغيرة، جد نخلة، مغرم، رضا غمرتيني، إليسا، كرمالك بتمون ذنبي أنا لو سلم لي عليه، ماجد الرومي، أحبك جدا، غني للحب، وخاصة كارول سماحة، حبيب قلبي، حدود السماء، وأغنية مميزة جدا، طلع فيها. أغاني ميزوا سنوات الألفين تخدمهم بإحساس كبير. بتطلع فيي هيك أنا عبونا بعني بتذكرها نزلت دمعتي. على فكرة أول واحد بيتأثر بالعمل هو الفنان، يعني إذا أنا تأثرت بعملي بعرف إنه الناس حتتأثر فيه. هلأ شو اللي حصل بوقتها، شو المشاعر، أكيد ما فيك تردني بقى للشعور اللي كنت أنا فيه بهيديك اللحظة. هيدا كان وليد اللحظة، نتيجة
إشي عشتها بوقتها. وبتعرف أنت كمان كنت ولد، أنا عم بحكي بعمر ولدني، بعدها المشاعر فتية وبعدها بكر، عرفت كيف؟ يعني الحب بعده جديد، اكتشاف الحياة بعده جديد. لهيك أنا بحس شغلة مهمة لأي شاعر ملحن أنه يحافظ على نظرته للحياة وكأنه أول مرة عم يشوفها. يعني هالدهشة إذا راحت الدهشة منا يروح كل شيء. طالع فيها هودي مش عيني، هيدي مش لمساتك يا حبيبي ومش إيدي. اطلع فيي بلا، عملتها من حدث معين. كنت أنا وصديقة ببيتها، هي مش صديقة كانت، كنا أحباب وضلينا فترة 3-4 سنين. وصلنا بعدها انطفيت الأمور، انطفيت بس بقينا أصحاب. بس أنا قاعد عم بحكي معها وهي عم تحكي، وفجأة هيك سرحت وهي عم تحكي على التليفون، يمكن طلعت إنه هيدي هي، هيدا الشخص وهيدا أنا، بس نحنا مش اثنين زيته، نحنا حدا تاني. لأنه ما عادت الأحاديث زيتها، ما عاد الاهتمام زيته. حسيته بوقتها لأني كمان كنت بعمر صغير كيف العواطف بتختفي بتدوب بتروح كيف بتتغير. هلأ مثلا صار عندي نظرة تانية، بقول لك هيدي طبيعة الحياة. قبل كانت صدمة بالنسبة لي، هلأ بقول لك لا، طبيعة الحياة هي التغيير. أول فيديو كليب لألي يا شوق، عم نحكي هون بال2002، نحن هلأ 2017، عام 1997 مروان خوري خرج ألبوم كاسك حبيبي، 2002 خيال العمر ومنه غنية يا شوق، غنية في اللون المغاربي. اسم مروان خوري كمغني يبرز، ولأول مرة نجم نشوف الصورة متاعه. هذا الأهم بالنسبة لي، أول فيديو كليب لمروان خوري يا شوق. تقول لك شغلي، طلعتي هون بهالأغنية ما كانت بتعبر عني 100%. أنا كنت عم بطمح من وقت، عم بحكيك بال2002-2001، كنت عم بطمح بمروان الرومانسي الكلاسيكي اللي بيشبه كل القصايد. بس حسيت وقتها أنه هالغنية أوريجينال واللي حد يحبوها. وإذا بدك تكون صريح، كنت بتأثر بالراي وقتها، بالأجواء الراي اللي تقدمت مع شاب خالد وشاب مامي، واللي انعملت إذا بدك تقدمت بفرنسا بالتوزيع الحلو. حبيت هالجو هيدا وقدمت هالغنية. كانت حياتي فلما بانت بنقيها صار الردى آهن علي أرحمه. انتظرنا للألف 2004، وألبوم كل القصايد كان له سنتين بالجرور. عام 2004 الفنان اللبناني مروان خوري صحح مع شركة روتانا كمطرب المرة هذه. أول ألبوم يخرج بعد التعاقد كل القصايد، ومنه غنية رومانسية مطلعها شعر جاهلي، قبل ما تكمل من بعد بكلام شاعري على لحن بيانو من السهل الممتنع. نجاح كبير لغنية كل القصايد. هيدي الغنية أنا لحنتها وقلت أنا هيدي أغنيتي. وقت رحت على شركة الإنتاج وعرضت الأغاني أكيد حبوها، بس هني برأيهم أنه لا، مروان نزول بأغنية البنت اللبنانية. لأنه تقلك شغلي، كان في أغاني عاطفية بس الحالة رومانسية لا، ما كانت بهالشكل الواسع، ما كانت معممة. رح أقول لك كمان الاستثناءات. وقت أنا قررت أقعد على البيانو، ما كان في موافقة من الكل، وليش بدك تقعد على البيانو؟ عادة المغني بيوقف عنا. الشغلة الثانية رقبة، وأنا بقول لك بسنة 2004 ما في مغني تاني كان لابس بدلة. هي أمور بسيطة، أنا أصريت ألبس الكوستيوم الرسمي، صحيح الكرافات مش عائدة، لأنه أنا كنت قايشة على الصورة هيدي. يا ربي دوم هيدا الديو هو محطة كمان، محطة لألي ولكارول كمان. بارح انت اليوم وبكرة اشتقت لك ما عندك فكرة، صعب بعمري تصبح ذكرى اللي من الدنيا أغلى. عام 2007 مروان وكارول سميحة يتقابلوا، الملحن والشاعر يعاود يلتقي بالفنانة اللي غنيت له قبل تطلع فيها. المرة هذه ضيوف فني، غنية يا رب، لقاء ما بين زوز يحبوا بعضهم في حوارية رومانسية. هذه واحدة من أجمل ديوات سنوات الألفين. الأغنية إذا بتشوفها هي هالقد عاطفية وفي ذات الوقت كلاس، هيك فيها شيء كلاس. وعلاقتي قريبة بكارول، منا علاقة بعيدة.
وكان لنا فترة مش عاملين شيء من بعد طلع فيي وحبيب قلبي ومجموعة اللي هي كتير ناجحة. لظروف معينة حبيت اكسر هالبعد بشيء وانا كنت حاسس انه بدي اعمل ديو بهالغنية بالذات لانه موضوعها هو ديو. بوقتها ما استحضرت براسي، ما اجى براسي الا كارول واحساسي كان محله. كلام الليل يمحو النار وانت يا حبيبي كلامك دمار بيفتح جروح ويزهر الخضار لكن بيرجعني الماضي. التجربة التمثيلية ايه اللي بعتبرها خجولي، انا بعتبرها خجولي. كلامك حبيبي بيدوي بحنين، كلامك حبيبي ورده ياسمين، لكن قلبي خايف من كتير الكلام. مروان خوري يدخل مغامرة جديدة، مغامرة التمثيل. عام 2016 مروان خوري الفنان الأكثر شمولية المرة هذه بدور في مسلسل مدرسة الحب. مع الموسيقى والكلمات مروان خوري يدخل مجال الدراما، نلقاه ممثل تجربة بعدته شوية على الموسيقى لكن يمكن قادرة أنها تحل قدامه أبواب أخرى. من مسلسل مدرسة الحب ثلاثية حنين مع الممثل اللي بحبها كتير أكيد أمل بشوشة، وكان عندنا كافية مجموعة من الفنانين كمان المخضرمين والأقوياء، نور الشيشكلي الكتابة. هيدي تجربة ما بعتبر انه انا هيدا مروان الممثل يعني، واكبر اثبات انه انا عملت ثلاثيه ثلاث حلقات. لذلك اذا بدك هي دس نبض، اختبرت حالي شوي وقدمت من خلالها اغنيه اللي هي كلام الناس، بس كمان كان في اغنيه ثانيه بهمني اكثر انه كانت تنزل بس صار في مشاكل بالايديتنج وتاخير وما بعرف شو، اللي هي اغنيه مدرسه الحب اللي انا قدمتها بصوتي، كان المفروض تنزل ضمن الثلاثيه. هذا هو مروان خوري، فنان استثنائي بكل المعايير، موهبة كبيرة، إحساس مميز، مدرسته السهل الممتنعة، نجم لبناني نجح بشي وصل كلمته ولحنه لأهم أصوات النجوم العرب، وهو اللي اليوم قاعد يتوج كل مرة على مسيرته الفنية، مسيرة تتلون وتتبدل وتتجدد.